يعني أنت تابعت ويانا المقدمة، البعض يعتقد إلى أنه نتائج الانتخابات بعد إعلانها يمكن راح تفجر أزمة في العراق، عدم رضا بعض الكتل بعض الأطراف، اللغة اللي راح يستعمل فيها إما الجمهور في الشوارع أو السلاح، وهذا ما لا نتمنى. تفضل. طبعا أريد أرجع قبل الانتخابات إذا أمكن دقيقة. قبل الانتخابات. قبل الانتخابات. نعم. يوم 7 بالشهر البرلمان راح يحل. نعم. حسب القانون. وصارت يوم الانتخابات أو قبل الانتخابات صارت شغب، صارت مثل ما قلت هجوم على السيفرات، صار تزوير بالمراكز الانتخابية، صارت انفجارات. شو راح يؤدي؟ راح يلغي الانتخابات، راح يوقف. هاي توقعات دكتور؟ طبعا كل شيء توقعات. زين اذا وقفوا ولغت الانتخابات الى موقع، راح يكون عندنا ما عندنا برلمان، راح يكون حكومه طوارئ، والحكومه الطوارئ بالدستور ما محدد ايش قد، يمكن سنه سنتين اكثر. طبعا لازم يحسب حساب لعل كل الاحتمالات، كل السياسيين يجب ان يحسبون هالحسابات. إذا صار هالفراغ القانوني برلمان ماكو، منو يديرها؟ حكومة الطوارئ. طيب فحكومة الطوارئ البرلمان وقتها لما صوت على حل نفسه بهذا الموعد انطى شرط بإجراء الانتخابات، هذا ما يحق له إلى أن يعيد نفسه من جديد؟ لا ما يصير، من يحل نفسه الحل نفسه، وافق عليه الرئيس الجمهوري، وقع عليه الرئيس، كل يوقعون عليه، انتهى قانونيا، انتهى. ما يقدر يقول والله لأن صارت الانتخابات، يوم الانتخابات فشل الانتخابات، شو تسوي؟ نتيجة تزوير، نتيجة السلاح المنفلت، نتيجة أي شيء راح يصير إلغاء الانتخابات، والأمم المتحدة ما تعترف بها. زين إيش راح يصير؟ راح يصير فراغ قانوني. زين الفراغ راح يكون حكومة طوارئ، الحكومة الطوارئ إلى أن يكون انتخابات مقبلة. هل يجري في السنة القادمة في أي وقت؟ يعني لازم يكون يجرى في وقت يقضى على السلاح المنفلت، ويكون القانون الاستبداد والأمن موجود، الوضع مهيئ أمنيا، مهيئ للقاعدة، مهيئ للانتخابات. نعم. هذا من ناحية، من ناحية الناحية الثانية نجي على رأي جراء، حتى بالاستطلاع اللي أنا هسه أشرت عليها يبين أنه الحشد الشعبي بأخير القائمة. يعني تقصد الكتل اللي تدعم الحشد أو تتحدث نعم، فلهذا يمكن بالحشد كدعاية انتخابية. نعم كدعاية. فإذا عرفوا أنه ليس من صالحهم يجوز يثيرون مشاكل، مشاكل يكون ليس من رأيهم، لكن من تطلع النتائج وتصدق النتائج فيبقى التحالفات. هاكو رأي مثلا تحالف السائرون مع التقدم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تيار الحكمة والنصر، يسوون ائتلاف ويختارون رئيس الوزراء من هالمجموعة. زين يعني يبقى منه برا القانون ما يريد هو الحشد الشعبي. أنا بسرعة حتى أروح الباقي الضيوف. نعم. إيه؟ فلهذا نشوف التحالفات وراء الانتخابات. بس خلال أو بعد الانتخابات إذا مشت الانتخابات بصورة جيدة والكل مرتاحين من النتائج فيكون التحالفات يلعب دورها، وإذا ما مشت برضا الولائيين أو الحشد الشعبي يمكن يثيرون مشاكل.